يعطيك العافية أخي قيصر. تحيات أستاذ. أخي قيصر، يعني مئات الملايين تجمع، أكثر من مئات الملايين تجمع، ونرى اللاجئين في الخارج، يعني إذا تحدثنا عن صعوبة إيصال المساعدات للداخل هذا موضوع آخر، ولكن اللاجئين على الحدود وضعهم يعني سيئة جدا. وضع اللاجئين إن كان في الداخل وإن كان في الخارج سيء. سأتكلم عن الداخل كوني موجود بالداخل. تفضل. لدينا مدن وقرى هجرت من سكانها بسبب القصف، هنالك الكثير من العوائل، ليس الكثير من العوائل، معظم العوائل في محافظة درعا أحرقت منازلها، إن كان في مدينة الحراك، وإن كان في أيضا بصرة الحرير، وإن كان في بلدة كفر شمس، وإن كان في درعا البلد، أيضا حي طريق السد، مخيم النازحين. نحن نتكلم عن محافظة منكوبة، محافظة مهجرة، منهم من ارتاد أو قطن في المناطق أو البلدات طيب القريبة من أخي الحدود. أخي قيصر، كلنا نعلم وضع درعا، يعني لا داعي أن تشرح لي، اشرح لي ما يصلكم من مساعدات فقط وكيف يصل. أنا الآن مطلع على وضع عائلات هنا مهجرة في محافظة درعا في المنطقة الغربية التي أنا متواجد فيها، لم نرى أي جهة إغاثية جاءت لإغاثة هؤلاء العوائل، ينتظرون دورهم للذهاب إلى الأردن، ومنهم من يبقى هنا على المساعدات المحلية من أهالي المنطقة فقط، لم نرى لا أي جهة إغاثية لا داخلية ولا خارجية لهذه العائلات في وضع مأساوي، يعني يعيش في وضع مأساوي، يعني يعيش في وضع مأساوي، يعني الغذاء كما أخبرتك من أهالي المنطقة، لا لم نرى لا أي جهة لا إغاثية لا داخلية ولا خارجية جاءت لإغاثة أو للنظر إلى هذه العوائل، مجرد النظر طيب إليها. أخي أخي قيصر، هل وكلتم أحد باسم منطقتكم أو البلدة اللي تتبعون لها أو محافظة درعا بشكل عام لجمع هذه التبرعات؟ لا يوجد أي توكيل، أصلا هذا هو الخطأ، لا يوجد في محافظة درعا مكتب إغاثي، لو كان هنالك مكتب إغاثي لكانت وصلت المساعدات إلى المحافظة وتوزعت بشكل متساوي بين القرى والبلدات، لا يوجد مكتب إغاثي، هذا الخطأ شائع في ليس ربما في محافظة درعا ولكن في باقي المناطق، لو كان هنالك مكتب إغاثي مسؤول ومحاسب لكانت وصلت الإغاثات المساعدات والتبرعات تأتي من الخارج وتصب في مكتب إغاثي معروف أشخاصه. شكرا لك أخي قيصر، تحت الظلام، تحت جنح الظلام يعملون. شكرا لك أخي.